وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي الخبير العسكري السيد سليمان صالح. سيد صالح، أهلا وسهلا بك في السابعة. أهلا بك سيد الكريم. سيد صالح، قوات الأفريكوم تبنت هذه الضربة بعد يوم من وقوعها وقالت بأنها استهدفت تنظيم القاعدة، هل يعتبر هذا دخولا في منعطف آخر، رجوع تنظيم القاعدة أو وجود تنظيم القاعدة بشكل مفاجئ داخل الأراضي الليبية؟ نعم سيد الكريم، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحقيقة يعني الجنوب الليبي أصبح مستباح من عدة تنظيمات، القاعدة والدواعش وكذلك المهربين والعدل والمساواة من السودان وعصابات من التبو تأتي من النيجر ومن مالي، ولذلك يعني العدو ربما يكون منحصرا في تنظيم الدولة في المنطقة في منطقة الساحل الشمالي لليبيا، ولكن في الجنوب أصبح مرتعا خصبا لكل هذه التنظيمات ولكل هذه الجماعات، ولذلك يعني ليس من المستغرب يعني أن تبحث القاعدة عن مكان لها في الجنوب الليبي وخاصة في أقصى الجنوب على الحدود بين تشاد والنيجر، ولذلك يعني هذه المرة ربما استفاقت الأفريكوم على وجود هذا التجمع من القاعدة أو ربما حتى من الدواعش وأرسلت إليها طائرات وقصفت هذا المكان. والحقيقة أنا أريد أن يعني أضيف نقطة أعتقد أنها مهمة، هو أن الأفريكوم والأمريكان بصورة خاصة يعني ليسوا مستعجلين على إنهاء مشكلة الأجانب في ليبيا، هم يعملون بتريث وليس مهما عندهم متى ستنتهي هذه المشكلة، وأغلب الجهازمات التي يعني نفذوها في ليبيا هي كانت ضد شخصيات مهمة هم يعتبرونها تمس الأمن الأمريكي. طيب سيد صالح، يعني من خلال ما ذكرته هذا التراخي من قبل الإدارة أو من قبل القوات الأمريكية في أفريقيا، ألا يعتبر معاكسا لتوجهات الإدارة الأمريكية في سياساتها في محاربة الإرهاب؟ ليس معاكسا سيدي، بل هو من صميم سياسة هذه الإدارة. الإدارة لا تريد أن تنهي هذه المشكلة في ليبيا، بانتهاء هذه المشكلة في ليبيا ينتهي دورها وينتهي يعني مبرر تدخلها في السياسة الليبية وفي ليبيا بشكل عام، ولكنها ستحافظ على البقاء من خلال المحافظة على وجود هذه التنظيمات داخل البلاد. حتى هجماتها كما قلت لك سيدي الكريم هي في أغلبها تنفذ ضد أشخاص دخلوا إلى ليبيا وتعتبرهم هم يعني خطر على الأمن الأمريكي، ولذلك تلاحظ أن حتى الفترة الزمنية بين هجوم وهجوم طويلة جدا، يعني هذا لا يعطي مؤشر على أن الإدارة الأمريكية فعلا جادة في محاربة الإرهاب واستئصال شأفته في ليبيا، وإنما هي فقط يعني تستغل هذا الوجود في تتبع بعض الشخصيات التي ربما تشكل خطرا أو تعتقد أنها تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وعندما تصل وتدخل إلى داخل ليبيا تقوم بقصفها. أما كتنظيم موجود داخل ليبيا فهو يرتع ويسرح ويمرح داخل الأراضي الليبية وعلى أعين ومتابعة الأفريكوم والاستخبارات الأمريكية، ولكنها لا تفعل إذا ذلك أي شيء يمكن أن يعطي طيب يعني تصور للليبيين بأن الأمريكيين فعلا جادين في محاربة الإرهاب داخل والإرهابيين داخل ليبيا. طيب أيضا من خلال ما ذكرته بأن التراخي من قبل قوات الأفريكوم لا يعاكس السياسة أو سياسة الإدارة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، وإنما تبرير للوجود داخل الأراضي الليبية أو في الملف الليبي بشكل عام، لكن هناك أيضا وجود سياسي للإدارة الأمريكية في الملف الليبي، ألا تعتبر بأن هذا مناقضا لما ذكرته؟ أمريكا ليست معتمدة على التدخل العسكري فقط في ليبيا. الوجود السياسي يختلف على الوجود العسكري. الوجود العسكري هنا ضرورة عسكرية لتنفيذ أجندة عسكرية داخل ليبيا وخارج ليبيا خاصة في المنطقة المحيطة بليبيا،
باعتبار أن هذه المنطقة تنشط فيها الجماعات الإرهابية خاصة في مالي وفي بعض المناطق الأخرى، ولذلك هي تريد أن تحافظ على هذا الوجود من خلال تواجدها في ليبيا. ولذلك قلت لك سيدي الكريم، لو كانت هي فعلا جادة والأفريكوم جادة في العمل الجدي على القضاء على شأفة الإرهاب في والإرهابيين في ليبيا، لكانت الهجمات الأفريكوم يعني تتكرر على الأقل بشكل أسبوعي، وكل بين حين والحين نسمع أن هناك قصفا لمجموعة معينة داخل الأراضي الليبية، ولكن أحيانا الفترة بين هجوم وهجوم تستمر عدة أشهر كما حدث في آخر هجوم في بن وليد، والآن مضى عليه أكثر من 3 أشهر نسمع الآن أنهم هاجموا في منطقة العوينات. طيب هذا سؤال آخر سيد صالح، ليست جادة في استئصال شأفة الإرهاب في ليبيا، وإنما هي تستغل هذا الوجود في تنفيذ أجندات عسكرية تخصها أو تخص الاستخبارات الأمريكية والإدارة الأمريكية. طيب سيد صالح، يعني سؤال أخير وهو مهم جدا، هناك كان هناك نشاط سابق واضح لتنظيم الدولة في الجنوب الليبي، هجمات في تزربو وهجمات أخرى أيضا في منطقة الفقهة، لم تتدخل الإدارة الأمريكية لتقصف التجمع قبل أن يبدأ في هجومه، والآن تقصف مجموعة قالت بأنها تنتمي لتنظيم القاعدة الذي من الناحية الدولية قد حل ولم يعد له وجود إلا على صعيد الأفراد فقط. وهذا يؤكد كلامي سيد الكريم، المجموعة التي هاجمت تزربو لا تؤثر بطريقة أو بأخرى على الأمن الأمريكي، ولذلك لا تهتم أمريكا بمهاجمتها ولا بقصفها، ولكنها يعني تبحث عن أهداف محددة ومعينة تخص الاستخبارات الأمريكية والإدارة الأمريكية ولا تخص يعني ليبيا بشكل جوهري. نعم. ولذلك كانت هذه الهزمات في العوينات. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد سليمان صالح الخبير العسكري، كنت معي عبر الهاتف.